أسفر اجتماع اتحاد الكرة الذي عقد هذا الثلاثاء بمدينة البيضاء عن إجماع أعضاء المكتب التنفيذي بإقامة منافسات الدور السداسي للتتويج باللقب خارج ليبيا، والذي إما أن يكون بمصر أو بتونس، والأقرب أن يكون على الملاعب المصرية، وذلك لعدة اعتبارات أبرزها توفر الملاعب الجيدة والتحكيم المحايد. كما منح اتحاد الكرة الفرصة الأخيرة للإسباني خافير كليمنتي للحضور إلى ليبيا لاستئناف في مهامه مع منتخبنا الوطني، وذلك في مدة أقصاها الثاني من يناير القادم، وإلا فأنه سيفسخ التعاقد معه، خاصة وأنه تخلف عن الحضور بناء على دعوة اتحاد الكرة قبل أسبوعين. كما حدد المكتب التنفيذي يوم الاثنين 28 من مارس القادم موعدا لانعقاد الجمعية العمومية دون تحديد مكانها. ومن جانب آخر، حدد اتحاد الكرة موعد انطلاق منافسات مسابقة الكاس للموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد انتهاء منافسات مرحلة الذهاب لمسابقة الدوري الممتاز. وتطرق المجتمعون في البيضاء لكل المشاكل والصعوبات التي تواجه جميع المسابقات، أبرزها الدوري الممتاز الذي شهد في الأسابيع الأخيرة عديد التدخلات من الإداريين ورؤساء الأندية، وشددوا على تطبيق اللوائح والقوانين ومعاقبة كل من يعرقل سير وصفو كل المسابقات. بالنسبة للموضوع متاع الدوري السداسي، تم مناقشة هذا الموضوع، وأنا من عرضت هذا الموضوع طبعا مقترح أنا لأسباب عدة. أولا نحن قلنا لما نوصلوا بالست فرق النهائية إلى خاصة بالتصفيات، أولا نحن نبقى نكون مع الحركة الرياضي الخاص بإنشاء ملاعب في مستوى تساعدنا أن نرفع مستوى الكرة الليبية في ليبيا. حقيقة أنا هذا الحراك معه، لأن لا يوجد لدينا ملاعب ترفع من مستوى الكرة في ليبيا، وأنتم شفتوا أغلبية الملاعب، يعني حتى ملعب مصرات اللي نفتخروا به الآن من كثرة الزحمة اللي عليه، شفتوا هذا الملعب، ملاعبنا كلها متهالكة، ملاعبنا لا تعطي فرصة للاعب، ملاعبنا الحقيقة يشكو منها مدربين أجانب الآن في على 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 في الدوري الليبي، وهذه حقيقة كثرة الإصابات، كثرة الإخفاقات، ولا يمكن أن تقدموا بهذه الملاعب الأمام. فهذه النقطة كانت من ضمن الفكرة اللي نعرضت على مجلس الإدارة، أن ننتقل إلى أي دولة يكون فيها ملاعب على مستوى عالي. شيء آخر الغرض من هذا الموضوع هو أن لما نتفق مع الفرق هذه، نحن أولا حيكون تحكيم ملاعب متقدمة، رسالة للدولة الليبية. كم شفتوا الدور الليبي السداسي اللي فيه الثمرة بتاع الاختيار، لما تشوف الست فرق هذين حيكون فيه 90% من المنتخبات، سواء المنتخب الأولمبي أو منتخب الشارع أو المنتخب الأول. فلهذا لما تلعبهم على ملاعب تكون في مستوى الملاعب اللي شفتوها في البطولات العربية، بالتأكيد نحن طبعا هذا التجمع حيكون فيه الطاقم الفني والمدير الفني والمدرب العام، وممكن حتى بعض الخبراء لاختيار المنتخبات من خلال المستوى اللي قدموه الفرق إن شاء الله بعد ما يتم الاتفاق. ما محددناش مكان معين أو دولة معينة، لأن هذا الموضوع يبي فيه تنسيق، لكن أعطوني الآن الصلاحية في المباشرة في عرض هذا الموضوع للإعلام، أعطى الآراء الإيجابية والسلبية، وفي النهاية هو مقترح، يعني تم الموافقة عليه ما تمش الموافقة عليه، هذا يعتبر مقترح مقدم مني أنا شخصيا. تم الاتفاق أيضا على استدعاء المدرب العام كليمنتي في بداية العام، ووضع النقاط على الحروف معه، لأنه تم استدعاه وهو يطلب في التأجيل في الاستدعاء، وإذا كان ما لبش هذا الاستدعاء حيطبق عليه بنود العقد، وممكن حيتم فصل العقد معه بالتراضي، والبحث على مدرب ذا مستوى عالي بالتنسيق طبعا مع المختصين والمدير الفني، لأن المدير الفني ونحن نرى المدير الفني معناه أنه نرى متحمل مسؤولية الكرة في ليبيا. إحنا ما جبناش من فراغ، جبناه بعد التشاور مع الفيفا، بعد أخذ السي في متاعه، والسي في معروف جدا ومن الناس المسؤولين، فلما يتحمل مسؤولية الكرة الليبية يعني معناه حتى الاختيار متاعي بيتحمل نتائج ما تم التعاقد معه بخصوص إعادة هيبة الكرة الليبية، تبدأ من الفئات السنية، وذلك الإخفاقات اللي أنا تكلمت عليها أكثر من مرة، واللي هي مساعدتنا ومش فرحانين بها ومفرحناش بها الناس. فيبدأ في هذا الموضوع إن شاء الله حتى هو من بداية العام القادم.